هشوف مع حضراتكم بقى على مدار كل مباريات النادي الاهلي، مين هم اكتر اللعيبه اللي قدرت انها تحصل على لقب افضل لاعب في المباراه في كل المباريات اللي شارك فيها الاهلي محليا وقاريا وعالميا. في المركز الاول كانت الدبابه الماليه أليو ديانج. أليو ديانج باختيارات جماهير النادي الأهلي قدر أنه يكون لاعب أو أفضل لاعب في مباراة في 8 مباريات من إجمالي مباريات الموسم اللي شارك فيها النادي الأهلي. في المركز الثاني كان محمد الشناوي حارس المرمى وقدر ياخد لقب أفضل لاعب في المباراة 6 مباريات من إجمالي المباريات اللي شارك فيها. شارك مع محمد الشناوي محمد شريف برضه بعدد 6 ماتشات قدر يفوز بيها بلقب الافضل في فرقه النادي الاهلي. ومع الشناوي وشريف قدر يحقق نفس الرقم برضه اكرم توفيق بعدد 6 مباريات شارك فيها وتم اختياره كافضل لاعب في المباراه. ويشترك معاهم في نفس المركز صانع العاب النادي الاهلي النجم المتالق والمتوهج محمد مجدي قفشه بعدد 6 مباريات فاز فيها قفشه بلقب الافضل في المباراه. في اختيارات حضراتكم واحنا اتفقنا ان احنا نمشي ماتش بماتش عشان ما يكونش اختياركم للافضل في نهايه العام او في بدايه عام جديد مبني على تقييم يعني واسع، لكن فضلنا ان احنا نمشي مباراه بمباراه عشان نقدر يكون التقييم دقيق وموضوعي بشكل كبير جدا.